بداية ليه حضرتك توقعت ان احنا كعالم داخلين على 10 سنوات من اللانظام؟ ويعني ايه يعني لا نظام؟ أي نظام يستند إلى قواعد معينة تحترم، مادة محددة بمعنى قوة غنى وأطراف فاعلة. إذا نظرنا للوضع الحالي، النظام القائم حاليا مبني على الحرب العالمية الثانية، ثم بدأ بقطبين ثم انتقل إلى القطب الأوحد، ثم حاليا هناك دعوات عديدة لتعدد الأقطاب، فحتى الأطراف الرئيسية مش واضح بالظبط هتكون مين بالظبط، علما بانه ستظل امريكا لها وضع متميز كدوله كبرى، الصين وضعها سيزداد، وروسيا ستظل ايضا دوله هامه انما ليس على نفس المستوى. انما المساله ليس فقط هذه الدول تحديدا، مع تزايد عدد الدول غير منحازه في الامم المتحده على سبيل المثال، رات الامم المتحده ليست عجين سهل في ايديها، وعليها مراعاة 190 دولة بعد ما كانوا حاجة 60 دولة في صحيح. البداية. فبدأوا يبتعدوا عن الأمم المتحدة ويعملوا مجموعات توافقية محددة، مجموعة الـ20، مجموعة الـ7، أخيرا الحديث عن مجموعة شانغهاي إلى آخره. فبدأوا يخرجوا عن الإطار العام. نضيف إلى ذلك الجانب المادي، 60% من الطبقة الوسطى في العالم ستكون في الصين في 10 سنين الجاية. 60% من الطبقة الوسطى في العالم أجمع ستكون في آسيا في 10 سنين الجاية. فمعنى هذا أن القوة المادية ستكون في آسيا، في آسيا بشكل متزايد جدا. أضيف إلى ذلك حتى العملة، دون شك العملة الرئيسية عالميا هي الدولار ولا زالت، إنما في الأسابيع الأسبوعين اللي فاتوا دول حصل حديث وأخبار عديدة عن ما يسمى الكريبتو كورنسي، أو شركات كبرى تتعامل في عملة غير الطبيعية أفلست نتيجة لممارسات خارجة عن القانون. أضيف لك إلى هذا، في النهاردة شركات ميزانيتها اكبر بكثير جدا عن ميزانيات الدول وتؤثر في اقتصادياتها وتؤثر في سياساتها. فاذا المنظومه الحاليه اللي هي كانت مبنيه على اسس الحرب العالميه الثانيه وعلاقات بين الدول مهزوزه من وجهات مختلفه. اذا اخذنا هذا وطبقناه اقليميا الشرق الاوسط على سبيل المثال، سنجد المساله أكثر وأكثر، لأنه في خلل في التوازن الإقليمي وفي توترات حول المعادلة الاجتماعية في الكثير من الدول، وهناك استثناءات تعطى لبعض الدول على حساب دول أخرى، ويعاد تشكيل الشكل الأوسط بدون شك. يعني عشان كده حضرتك قلت أو وصفت مرحلة اللانظام بأنها مرحلة قانون القوة أو حالة قانون القوة مش حالة قوة القانون؟ مرحلة الاضطراب يغلب عليها حاليا قانون القوة وليس قوة القانون، وإنما لكي نستعيد الدفع ونخلق نظام جديد لن ننجح في ذلك بين لحظة وأخرى، تحتوي وقت. ليه؟ لأنه لازم نضع قواعد جديدة أو نعيد التأكيد على قواعد معينة، لابد أن نخلق توازن في المصالح وليس توازن في القوة. هناخد خطوات الى الامام ونتراجع امام ضغوط من بعض الدول او امام اخفاقات او مشاكل. وعلى سبيل المثال كوفيد، مين اللي كان بيفكر في كوفيد 19 من 5 سنين فاتوا؟ العالم كله وقف نتيجه لمرض، وكل احتاج نتعامل مع بعض صحيح ازاي. صحيح. ففي حاجات كتيره هتحصل، عايزين نسميها مرحله انتقاليه، مرحله للنظام. انا بعتبرها مرحله للنظام لانه كلها جايه في نفس الوقت.
طب ايه ملامح مرحله اللانظام دي بالنسبه للدول اللي موجوده خارج الصراع المباشر؟ مرحله اللانظام هي مرحله اضطراب، ومرحله يجب كل منا يحتاط ويكون لديه رصيد استراتيجي وخيارات متنوعه. طالما النظام غير موجود، لو هنراهن على صداقه معينه في دوله كبرى معينه او دوله غنيه او دوله قويه، ونجد ان الله الدوله دي مش معنيه، هنجد نفسنا محتاسين في نتعامل ازاي مع الواقع بتاعنا. ونخرج حتى عن الاطار السياسي، مصر صديقه لروسيا وصديقه لاوكرانيا، لقينا نفسنا بيحاربوا بعض واحد ندفع الثمن لذلك، ان نستورد منهم غذاء بنسب كبيره جدا، ولان تاثروا على سعر الطاقه. ففي امور هتحصل، وحتى بلاش دول زي مصر، اوروبا نتيجه لجائحه كورونا وجدت ان ما بتنتجش دواء البنادول بما فيه الكفايه، ومش قادرين يجيبوه من الصين ومن اسيا بالكميات المطلوبه. بالتاكيد نتيجه للي حصل هنجد انه الدول الاوروبيه هتضمن لنفسها انتاج محلي بنسب 10-20% لاي شيء، عشان لو في مشكله اخرى ما تخشش في ازمه. والمثال الاخر مرتبط ايضا بموضوع جائحه كورونا، توزيع المايكرو تشيبس اللي بتخش في السيارات والصواريخ، وبتنتج اساسا في دول اسيويه، سنغافوره وتايوان وفي اليوكرين. نتيجه للي حصل بين كوفيد 19 وحرب اليوكرين، صناعه السيارات توقفت، تجاره السيارات توقفت، كل الالكترونيات تعطلت. فاذا هنجد اعاده ترتيب ما يسمى السبلاي تشين،